نشكر الطاقم ديال مؤسسة سان دومينيك، أساتذة، إدارة على المجهودات اللي كيبذلوا معنا دائما. وأنا بنتي راه دابا صافي سيزون هي كتقرا هنايا، ويعني بنيتها يعني تغيرت بواحد الصفة زوينة بزاف، وكنشكرهم بزاف. وخدموا معنا في الوقت ديال الكونفينمون، يعني ما كان حتى شي مشكل، وكنظن انها اي طريقه كانت لا اللايف لا هاد الطريقه نجاتني احسن، لاني كندخل في اي وقت بغيت، ما محداش بالوقت، يعني الوقت باش اني خاصني نكون مع العشرة ولا مع التسعود ولا هذا لا، يعني كنجي حتى العشيه حتى كنسالي شغالي، كنبقى لي لوسون مليوحين، كنلقى التمارين، وكيعطيوك واحد الوقت ديال انك انت تصيفطي التصحيح ديال التمارين. احنا هاد الناس ما غنساوش الخير ديالهم، ما غنساوش وليداتنا كيفاش بدلوا يعني 180 درجه. جبنا وليدات اللي كانوا تيميد، كانوا ما كيقدروش يهضروا، ولاو كيهضروا، ولاو عندهم واحد الحريه ديال التعبير، ما مقموعينش. هانتوما كتشوفوا لي سباس ديال المدرسه كيدير كيلعبوا يعني بواحد الحريه، وعندهم واحد الطلاقه في التعبير، يعني ما عندنا حتى شي اشكاليه مع المدرسه اللي عندها تاريخ عريق، وانا خرجت بزاف ديال الناس، منهم محاميين، منهم قضاة، منهم اطباء. يعني كنشكر بزاف الطاقم كله من اساتذه واستاذات اداره على الطريقه ديال التعامل ديالكم معنا ولا مع وليداتنا.